بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل في موضوع الانجين ايكونومي موضوع هام هو عملية حساب الريت اوف ريتيرن لكن في هذه الحالة انا بحسب الريت اوف ريتيرن في لما يكون عندي اكثر من Alternative او لو عندي Alternative واحد هنشوف ايه الخطأ لو انا حسبت في هذا المشروع آآ 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 ما يسمى بالانترنال ريتو انترنال ريت اوف ريتين وما خدتش في اعتباري الانكريمنتال اناليسيز هذه انديكيشنز على الانكريمنتال اناليسيز بمشروعين في منتهى البساطه لو عندي الترنيتيف اي عباره عن الاستثمار بتاعه 50 الف دولار will be invested at the rate of return لو انا عندي 50 الف اقدر اوظفهم ب 35% بريير وعندي 40% will be invested at minimum attractive rate of return 16% the rate of return on the total capital available then will be weighted average of this value يعني النهاردة واحد يقول لك إيه أه روح استثمر في في 35 يبقى طب انت مقدرتك قد ايه فلوسك اللي عندك قد ايه والفائض بتاعها قد ايه ده الحته الاناليسيس اللي هنشوفها دلوقتي يعني لو انا النهارده قلت الاوفرول ريت اوف ريتيرن ال 50000 يعملوا لي 35% وال 40000 يعملوا 16% التوتال كابيتال عندي 90% في الحاله ديت الاوفرول ريت اوف ريتيرن هيبقى 26.6% هادي مالكم لكن لو ال 85 اه انا استثمرتهم ب 29% والباقي الخمسه لان الافيلبل اللي عندي 90000 والخمسه اه رحت رايح اه اشتغلت فيه 16% في المية هيبقى الاوفرول ريت اوف ريتيرن 28.3% اعلى من ال 26% لاني انجذبت لل35% آه رغم ان عندي مقدره ماليه 90000 فروحت رايح منجذب لل35000 وعملت 50% استثمار فيه والباقي عندي من المبلغ ال90000 رحت استثمرتهم في الباقي آه في حين ان كان عندي استثمار آه اخر بس محتاج 85000 لكن بيدي 29% للوهله الاولى انت هتقول 35% اعلى لكن المبلغ المخصص اللي عندك لما خصصته في المية داك زيادة دي فكرة الإنكريمنتل إنك لازم تقارن الفلوس المخصصة عندك قد إيه والدسيجون uh, بتاعك uh, uh, uh. This calculation shows that even thought the internal rate of return for alternative A is higher, alternative B presents the better overall rate of return For the total 90% if either present wars or annual wars comparison uh, were conducted using 16% per year, Alternative B would be chosen في الحالة ديت. يبقى نعرف اللبس اللي حصل في الاختيار. It is necessary to prepare incremental cash flow tabulation between alternatives لما يكون عندي alternatives متعددة. So an incremental rate of return can be conducted in order to select one. يبقى لما يكون عندي مقارنة ما بين مشروعات ما ينفعش أجيب الريت أوف ريتيرن للاول والريت أوف ريتيرن الثاني والريت أوف ريتيرن الثالث وأقول والله اللي يجيب لي أعلى ريت أوف ريتيرن هو الأفضل ممكن ده يبقى ديس جايد ليك في العملية الاقتصادية. If the alternative have equal life, the years column will go uh, from

period for each alternative ده فكرة ال incremental cash flow diagram هنشوف دلوقتي كأنك alternative واحد alternative اتنين بترتب ال alternative بتاعتك حسب ال initial cost الأقل في الأكبر وبعدين بتجيب والله العمود الثالث اللي عندك بتقول والله اتنين ناقص واحد وتجيب ال البريزنت لهذا العمود اللي عندك لو هذا البريزنت طلع positive يبقى اثنين افضل من واحد لو طلع نيجاتيف يبقى واحد افضل من اثنين بهذا الشكل العام يبقى البروسيدرز Procedures بسرعة كده هو P-A Order the alternative by initial investment starting with the smaller one بقى المشروع اللي تكلفته اقل ثم اللي تكلفته اعلى وهكذا The one with the larger initial investment is in the column labeled B Develop the cash flow and incremental cash flow series using least common uh, multiple. بناخد المضاعف المشترك لو كان العمر اللي عندي مختلف. Assuming reinvestment in alternatives as necessary في حالة اختلاف العمر. Draw incremental cash flow. Count the number of sign change لما عندي التدفق بتاعتي من positive الى positive الى negative الى positive and so on نشوف اللي عندي التدفق ده هو هيقلب من positive الى negative كم مرة uh, if necessary عشان نشوف simple ولا not simple use Nordstrom criteria uh, on the cumulative incremental cash flow series to determine if single positive root Like this, set up the present worth equation for incremental cash flow in the form of present worth بسوء صفر يبقى determine the rate I في حالة P-A ايه using manual trial and error or enter incremental cash flow value from step 2 into spreadsheet system if P-A ايه أقل من minimum attractive rate of return select A لكن لو كان بي ناقص ال A إيه أكبر من المينما minimum attractive rate of يبقى بي هي الأفضل من A إيه. دي ال بتاعتي لو أنا حبيت أقول بسرعة كده هوت ال available تسعين ألف المثال اللي فات وال A محتاجة خمسين ألف وال B محتاجة خمسة وتمانين ألف ال internal rate of return في حالة المشروع الأول خمسة وتلاتين وتسعين لكن أعمل analysis في الحالة ديت أقدر أقول والله الـ Incremental Initiating we may conclude that the better alternative is the one which yields the higher rate of return. لأ، while it has the higher project return, it also requires an initial investment which is much less than the total money available 90 ألف. يبقى لو أنا عندي في السنة الأولى في project A و project B. رتبتهم ده تكلفته الأولانية ألف تكلفته التانية دي خمس تلاف وبعدين لو أنت جبت individual rate of return للمشروع الأول هتلاقي ميت آه مية في المية لأنه بيجيب لك في السنة التانية آه اتنين ألف ألفين يبقى معنى كده مية في المية بيجيب لك قيمته زيادة ربح التاني لو حسبته بيجيب لك سبعة تلاف في السنة الأولى يبقى أربعين ألف واخد بالك لكن لما تجيب الانكريمنتال كاش فلو اللي عندك بالنسبه لي البي ناقص الاي يطلع بوزيتيف طالما بوزيتيف يبقى البي افضل افضل البي افضل رغم ان عندك هنا اهوت مديك ده 100% ومديك ده 40 في المية. دي فكرة الانكريمنتال كاش فلو ديجرام علشان الانيشال انفستمنت الاستثمار بيختلف من مشروع الى اخر assuming minimum attractive rate of 10 طالما ال minimum attractive rate of retain, وده جايب خمسة وعشرين أعلى يبقى مقبول ال اللي عندي رغم إن الاثنين مقبولين لكن هنا a 2 أفضل من a 1 يبقى الـ incremental analysis procedures الـ step واحد compute the cash flow for each alternative uh, by subtracting the cash flow of the lower investment. Cost اللي هي ال A from that the higher investment. الستيب الثانية Complete internal on this incremental اللي هو ال P ناقص ال A Accept the investment P if only if internet of return P ناقص ال A أكبر من minimum attractive rate of return في, في الحال يتوكل على الله وأقول إن ال P هو is the best لو العكس يبقى A is the best. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.